بس عن جد عبد الله سؤال على الهواء، والله ما بتتسلى بحلقاتنا والله العظيم نقصتني. نسليكم، ما تقولوا ما بتتسلوا معنا. رجعنا لكم مكملين معكم بمطبخ رؤيا اكيد، وهلا صارت معنا بالاستوديو ضيفتنا لليوم اللي كثير بنحبها اللي هي يارا عبيدات، واليوم رح تعمل لنا براونيز. يعني الشباب اتخانقوا مخانقه على البراونيز قبل الهوا، اشي بشهي صراحه. فهلا رح تعمل لنا الوصفه لحتى شوفي كيف رح انقذك يا يارا. بدوب رح تبدي تحضري بالجاهز عبين ما تدوب معك شوكولاتتك. اول شيء صباح الخير، كيف حالكم؟ اوكي لانه تاخرنا لحطينا الشوكولاته شوي، فعبين ما تدوب شوكولاتتنا رح تفرجينا، نرجع نعرض الخطوات. رح تفرجينا يارا طريقه بسيطه جدا لتزيين البراونيز. هلا نحن هون نفترض انه جاهزين البراونيز تبعونا، انا عملتهم بميني كب كيكس. اوكي، لانه رح نعملهم بمناسبه الكريسماس. كل عام وانتم بخير جميعا. رح نزينهم. ملكه التحريك اعطيني عنك حركي. رح نعملهم على شكل الهات تبعت سانتا، هيهم. خليني اجيب الاغراض. هاي معناته تعي ساعديني شوي عشان المخرج ياخذ الشوت هيك منيح. تمام، اخيرا بلشت تسيح. ايدك بركة. بركاتك. هلا انا ايش رح ازينهم؟ ادق الاوريدي البراونيز جاهزين. رح احشيهم شوية شوكلت خفيفة جوا الستروبري. يا سلام. اوكي، ورح نحط عليهم على الداير نزينهم بكريمة، ومن فوق حبة فراولة. حبة يعني بسيط، كريمة مفوقة. هلا ليه انا بدي اقلي بدي فراولة؟ لانه يعني بدنا ناكل اشي زاكي نفس الوقت. ما يكون بس شكل. بالضبط، ما يكون بس هاي الكريمة. سوري، هاي تحريكة سريعة الله يرضى عليك. نتخربطنا ايش بدك؟ قولي لي بدك سكينة. هي سكاكين هون. ايوه غلبت آية. فإذا يا جماعة الخير، شو اسمه؟ عم ندوب الشوكولاتة للبراونيز، ويارا بلشت بالتزيين. طيب ديما أغلبك تساعديني؟ أنا اللي تقدري. رح أساعدك. قولي لي. رح نغلبك. بالعكس قولي. طيب هلا أنا عندي هون، خليني بس أفرجيكم أول شو رح نعمل أول وحدة، وبعدين ديما بتساعدني نكملهم. هاي عندنا حبة البراوني. تمام؟ أول إشي رح أمسكها هيك، رح أبلش أزين فيها. بدك تحطيها على الداير. بدي اعملها زنار بهاي الطريقه. حلو، هدول التيبس اللي بيكونوا موجودين بكل مكان تقريبا. بعدين الفراوله. بعدين صراحه بدي اعمل شيء بالفراوله. قولي لي اللي هو بدنا. انا عندي انا يما ايش بدك تعملي؟ تفضيها من جوا عشان تحشي فيها الشوكليت. انا قلت انك نقصتيني. طيب انا ايش بدك تعمل؟ هلا في شغله بنقدر نفضي فيها، ما بعرف اذا موجوده، اذا مش موجوده باي طريقه هاي أحلاها. نعمل هيك. صاروا موجودين. صارت فرق. على الأغلب موجودين بكل محلات الأدوات المنزلية. أنا أرجع أشوف الشوكولاتة. راح أعبيها شوي شوكولات زي ما إحنا شايفين، وراح نحطها فوق. ما أحلاها. وآخر شيء راح نحط عليها. عن جد أجواء كريسماس. سيمبل. بس عشان دابت شفتي. خليها بس لسه بدها شوي. هلا راح نكمل الباقيين. أوكي أنا. جربي يلا. يلا آيا كيفك؟ ساعد لقت نفسها. اوكي اعمل لك انا الستروبري. برافو. بس بصير كامل وبصير تعمليهم. والله حلوه هيك كمان. هلا الفكره انه معظم هلا التزيين كله بيكون بعجينه السكر وكذا، فاحنا بدنا شيء موجود بسيط واي ست بيت تقدر تعمله. بالضبط. طيب يارا، هلا هي وصفه البراوني كمان بسيطه. بسيطه كثير. طب اذا بدك خلي التزيين على آية لانها مكيفه. كيفه مكيفه. خلص خدي راحتك. اذا بدك تعملي لهم خلطه البراونيز انت 100% عشان ما ننعجق بالوقت. طيب. ويروح منك الوقت، فخلينا نعمل هدول. طيب. هيك تعطينا سبيس آية. يس. وبدي اخذ. خدي من ايش ما بدك من هون. هي هادي بس غيره. في وحده زي هاي. آية بدك تيجي عندي انت. اوف طلعوا احلاها. عن جد بالله عليك يا كثير حلو. قولي ضميري والله بتجنن. بس اسمعي غطي شوي عشان تبين انه ما يكون مغطي ما يبين الهاد. طيب هلا بالنسبه للبراونيز. يس. رح نعرض المكونات. اوكي، اذا مكونات البراونيز رح نشوفها مع بعض يا جماعه على الشاشه ولا كيف؟ شكله ما حنشوفها. طيب لا بلا حنشوفها. رح نشوفها هيها مع بعض. تقرئي لنا اياهم يارا. اوكي، رح نحتاج ل 100 جرام زبده، اهم شيء انها تكون طريه، ولا 170 جرام شوكليت بنعملهم بالنص بين دارك وبين ميلك شوكليت، وعليهم رح يكون نص كوب كاكاو، رح نحتاج لبيضتين وكوب سكر وفانيلا طبعا مع البيض معلقه صغيره، ورح نحتاج كمان لكوب طحين، ربع معلقه صغيره بيكنج باودر وربع معلقه صغيره ملح،
وللتزيين مثل ما شفنا عندنا فراوله، عندنا الكريمه والشوكليت جناج او اي شوكليت بنحب نحشي فيه حبات الفراوله. طيب افرجيكم الطريقه، البراوني كثير سهله طريقتها. اول شيء الشوكليت والزبده والكاكاو رح ندوبهم بحمام بخار على المي لحتى يصيروا معنا بهذا الشكل، هي صاروا سائل مع بعض. اذا حطينا الكاكاو، نعيد يا رب. حطينا الكاكاو والزبده والشوكليت مع بعض، سيحناهم بحمام بخار. طبعا المفروض انه الكل بيعرف كيف، اهم شيء طنجره فيها مي وما تلامس بالضبط البوله اللي حنحط فيها المكونات. هاي صارت جاهزه، رح نتركها تبرد شوي. تبرد اوكي. هلا اللي رح نعمله هون، رح نحط السكر. والله ست يارا مشغلتينا كلنا، الله يعطيكم. انا بقول نزل سلمى كمان. مش غلط. طيب هلا اذا حطينا الزبده هون، اوكي حطينا زبده وشوكولاته وكاكاو بالضبط، سيحناهم نتركهم شوي يبردوا. هون عندنا السكر والبيض والفانيلا. سهله سهله كثير. وقد ايه مقدار الطحين؟ الطحين كوب، كوب طحين وبيكنج باودر شوي، يعني يا دوب صغير. هي بالعاده ما بيجي فيها بالضبط بس احنا عشان القوام شوي، عشان هاي بدنا اياها تكون عاليه بالضبط. طيب هلا الحلو بهاي الطريقه انه ما بدها ميكسرز ولا بدها شيء، بالايد. هلا رح نخفقهم مع بعض لحتى يصيروا شوي فلافي ويتغير لونهم. بعدين رح احط عليهم الشوكليت. حلو. والطحين واخر شيء بنعمل فولدنج للطحين وبس. بسيطه جدا. خلصتيهم كلهم؟ طبعا اللي حابب يعملهم زي ما عملتهم يارا بس ككب كيكس ممتازين، بيقدروا يعملهم بصينيه 100%. طبعا نعطيها شوي وقت زياده انه نخلطها بس هيك تقريبا تعتبر جاهزه. اوكي هلا رح احط عليهم الشوكليت. اذا هلا رح نزل الشوكولاته على البيض والسكر والفانيلا. سوري. طبعا بيعتمد طعمتها على قد ايه احنا حاطين دارك شوكليت او ميلك شوكليت حسب الرغبه. اوكي انا من الناس اللي بحبوا الدارك اكثر ف رح اخلي هاي شوي استخدمها. هلا شو رايك؟ برافو ممتازه. واو. رهيبه عن جد. استمري استمري قرقوشه. خلص في عنا فيكنسي. قد ايه الراتب؟ نحكي بعدين بالراتب. تحت الهواء. لا مبدئيا متدربه. تحت الهواء. اوكي هلا خلطناهم مع بعض. راح احط عندي هنا البيكنج باودر والملح على الطحين، راح اخلطهم مع بعض واحطهم على هذا الميكس. سوري بس اغلبك شوي. اذا حطينا هلا الطحين والبيكنج باودر بالضبط شيك. ايوه مية. شو كمان هلا راح نعملهم فولدنج عشان هاي راح تغلبك. هاي خليني اشيلك اياها. مش مشكله بس كل هاي الاشياء عادي. اوكي وهيك بتكون ابسط من هيك ما جاهزه بالضبط. زاكيه تتسخن وينحط عليها سكوب ايس كريم. ولا اطيب من هيك بالزبط. ولا اسهل من هيك صراحه. وحبيت فكره انك حكيتي انه تكون فكره التزيين بسيطه لاي بيت تقدر تعملها. بعدين ادبل، يعني معظم الاشياء اللي بعجينه السكر الناس ما بتحب تاكلها. اوكي هلا هون سوري اغلبك آية. هلا انا مجهزه هاي الصينيه مشان ما اوسخ لكم المطبخ، مجهزتها وجايبتها. كاكاو كيف دهنتها؟ زبده. بلبس جلوفز بزبده بكل وحده بدهنها باصبعي، وبعدين بحط فيهم كل وحده كاكاو وبنهزها بالطريقه الاعتياديه لاي قالب. وهلا راح نصبها. ولا اسهل من هيك صراحه. خلاص مش ضروري. لا قد ايه بندخلها على الفرن؟ تقريبا لانه هلا هاي النقطه مهمه. هلا اذا عملناهم بكبس صغار بدها تكون تقريبا ما بتاخذ اكثر من 13 دقيقه. اوكي على درجه حراره 180. هلا اذا عملناها بصينيه لا رح تاخذ من 20 ل 25 دقيقه. اوكي فاذا حسب حجم الكب كيكس اللي عملناهم او الصينيه. فهلا بمثل هيك كب كيك بان قد ايه اخذت؟ اخذت تقريبا 13 دقيقة. 13 دقيقة 13 دقيقة بس مش اكثر من هيك. وبنتركهم يبردوا بعدين بنفكهم. رح نحتاج شوي سكينة مشان نطلع الحبات. على فكرة معنا لسه كثير وقت فبتقدري انك هلا كمل تزيين. والله آية خلص والله يعني. آية ما قصرت. بدي اروح انا خلص ما في مجال. حلو على فكرة. كثير حلو. كثير حبيته. بجنن. طب احكي لهم بما انه معنا شوية وقت عن القناج. يلا شو رأيك؟ يلا معنا وقت كثير. هلا والله انت اقرأي. طب بدك تكملي انت مو؟ انت بدي اكمل. طيب هلا القناج اللي هو الشوكليت صوص اللي كثير ناس ما بيعرفوا يعملوه، هو عباره عن بس ايكوال اماونت كميه نفسها من الكريمه مع الشوكولاته.
بتتسيح اساسيه هاي الشوكولاته اساسيه يعني هاي مو شوكولاته مسيحه هاي عباره عن كريمه مع شوكولاته يا اما بسخن الكريمه بخليها شوي تغلي بعدين بحطها على الشوكليت بتركها دقيقتين بعدين بحركها يا اما بحطهم التنين مع بعض على حمام او بسيح الشوكليت وبحط هاي نفس الشيء التنتين بزبط بس الافضل هل انتي مع تسيح شوكولاته بالمايكرويف ولا بتفضلي حمام بخار انا بصراحه انا بسيح بالمايكرويف للسرعه بس لازم نكون كثير حذرين يعني ماكسيمم بالضبط لانه بتنحرق الشوكولاته 100% 30 ثانيه بتطلع المحرك وبنرجع 100% تمام طيب تمام نكمل كمل يا استاذ كمل. كل الكاميرات معك طيب وين صرنا احنا طب فراوله اوكي الفراوله ايه هلا لو هاي مش موجوده مش موجوده بالسكينه وساعتها بنحط الشوكليت هون ما أوكي. في داعي انه نحشي الحبه أنا عم بحط بس هيك يعني بالطريقه اللي عملتها يارا الحلو فيها انه حتى الستروبري محشيه شوكولاته 100% فانت ما فيش ولا شيء ضيعتيه صح يعني اكلتيها في ضمير عرفتي مزبوط احنا ما بناكل ضمير ابدا بدنا الضمير عشان ناكل عشان ما ناكل احنا بدنا الضمير مشان ما ناكل هاي المشكله طبعا بدنا نذكر كمان مشاهدينا بانه اليوم حلقتنا برعايه سمارت باي ومقدمين مكواي لمتابعينا فاللي شاركوا معنا بالتعليقات هلا رح يدخل اسمهم على السحب اكيد لحتى يربحوا هالمكواي المقدمه من سمارت باي اوكي حلوه نايس مرت الدنيا انا حاسه لا ابدا بالعكس لا من هيك ما في بس يعني بالوقت القياسي اللي عم تشتغلي فيه لا قصدي واستخدم لا لا اوكي واللي بحب يحط سبرينكلز بحب يحط اكيد يقدر حسب الموجود بالبيت هلا بننظف الصحن وبنرجع نظبطهم انا بظبط لك اموره هلا ثانك يو طبعا انتم هلا يارا معجوقين عندكم بالمحل بالكريسماس والاعياد هلا شهر 12 يعني شهر مناسبات كتير, كتير حلو صراحة وعيد الأم عيد الأم طبعا والفالنتاين والله يعني إن شاء الله دايما إن شاء الله رمضان رمضان بتحول شوي الحلويات عربية برمضان بنعمل أشياء مش حلويات العربية الموجودة بمحلات الحلو العربية بس نعمل كومبينيشن بين الكيك فيوجن بالضبط إنه مثلا مثل عطينا مثل عن نعمل يعني في إشي كتير زاكي بعمله برمضان اللي هو فستقية بليالي لبنان كتير طيبة خصمنا نيجي برمضان حس رمضان كتير قرب على فكرة صح الله تذكرين يا رب سامحني مزبوط إن شاء الله يا رب هلأ هدولك برجع ما ضل صح خلاص هدول خلاص هيك تمام وضعك ضايل آخر كم حبة هذا خلينا نشيله معلش هي ما غلبتك انا ابدا حبيبي جد غلبتك راحه انت وآية يعني وصفاتنا اليوم زكيين يطلع معنا شيء حلو والناس تنبسط عليه اكيد شوفوا فنك وابداعك حبيبتي شكرا لكم بس مو عاطلين لا كثير حلوين بالعكس اسمعي مو سهل انك تتحكمي بال مش قادره انا مبهوره بنفسي والله ابهرتيني انا كمان مبهوره على فكره شوفي ما هو احكي بصراحه الشخص اللي عنده شويه باك جراوند بالمطبخ ببين يعني مثلا لما بقولها حركي بكون مش خايفه خلص عارف كيف بدي اياه صح هي شهاده بعد لا جد نحكي احنا شو بدنا نتخوت على بعض بتحب الطبخ ايه كثير برافو شو حلوين ايها اوكي فيري نايس وهي هذول عشان يقدروا ياخذوهم تطلع حلوه على الكاميرا يس هي اخر شيء ما ضل صح خلص كفايه هلا هذول عن جد بس اعطينا الكريمه شوي تفضلي ارجع بالك تضبطي في طاقيه ناسينها صح طاقيه نايمه ياي كل سنه وانت سالمين هي اول شيء للكريسماس انا عم بمطبخ رؤيا افتتحنا الكريسماس ب شيء كثير سهل لا عم جد كثير سهله والوصفه كثير زاكيه الصراحه بشهاده اللي داقوها قبل الهواء الكريمه بس صندوق. عباره عن كريمه مخفوقه كريمه مع سكر كريمه مخفوقه زي اللي حكينا عنها المره الماضيه في نوع معين بتفضلي محلي اجنبي تركي بس احكي الاجنبي صراحه الأجنبي. عشان بيكون نسبه الدسم تبعته عاليه بالضبط حلو ويعطيك العافيه الله يعافيكم